ضربة مرمى محمود 10. ادي اللعبة تاني، وادي حجازي طالع، وادي اتلعبت وهدف، وهدف هدف 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 لصالح النادي الاهلي من عماد متعب. عماد متعب في الدقيقة 34 34 عماد متعب يعود لهوايته المفضلة ويسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. الهدف الأول للنادي الأهلي حسام الحرب الأولى حسام السيد عبد الحميد. عماد متعب عماد متعب يعود للضربة الركنية اتلعبت سريعة، الركنية الثالثة كردها كلنا تسقطنا فيها الحكم، لكن ده ضربة ركنية اتلعبت على طول، وادي على طول التهنئة لعماد متعب المختار. تبع ادي اللعبة اهي محمد هاني اتلعبت عدت اهي دولت لمست حجازي ومتعب على طول بتهزم لها ولعبها حلوة 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 وهدف جميل لصالح النادي الاهلي. بتهزم لها حلوة هنا واحدة حلوة حلوة جول حلوة 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 جول. بقول لحضراتكم حلوة عاوبين الألفي أحمد الألفي خطأ تاني في صفوف النادي الأهلي، وادي مختار مختار بيشاور له على طول وأحمد